السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم الشهيد احمد منويلي سطيف، في عمري 25 سنه، ممثل. الو وي ما دوك تجيبوه لي دبر راسكم. اي نكتب لي سيناريو ونعشق التصوير بيان سور باسكو لو موند نحبو بزاف. اليوم جيتكم راح نحكي لكم على كيفاش نعيش نهاري مع الإعاقة تاعي بيان سور. بون لارولاسيون مع الإعاقة تاعي هي أنو رافع راية السلام مع نفسي، أنو هذا الإبتلاء تاع ربي، شغل ما نقدرش أنا ندخل في الحاجة تاع ربي، الحمد لله يا ربي، نخرج ندور، نحوس، عندي صحاب، عندي حباب، سي جامي شغل دنكت لروحي، نشيدي أحمد راهو معوق كيما راهم يقولوها الناس. والله ما نقدرش ندير هذيك نو انا جيم لو بيان شغل راح نتحدى الاعاقات هي بزاف. وعندي رساله للمجتمع الجزائري ككل، يعني انه ذوي الهمم اللي حنا نقولوا من بالك معوق نسمعوا شويه كلمات هكذا يقيسونا فايس. بون رسالتي للناس هو انه الانسان اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه يعني راهو يقدر يعيش، راهو عايش معانا، راهو منسيك شغل منتيغري معانا. ما نقدروش نقول نحقرهم بالعين ولا انا شخصيا نعرف دي زون دي كابي. صدقوني يا خوتي تريجيني اللي رسام رسام واللي يقرا يقرا واللي الدكتوره الدكتوره، تعرفوا كي نشوفهم ونقصنا معاهم عندهم واحد كميه الاراده واحد كميه الشجاعه اللي ما شفتهاش في ناس واحد اخرين. مش كيوت انا عندي كابي ولا نو جامي ليسونسيال. اعطيهم الفرصه اللي الناس بالك عندهم حوانات والله ناس عندهم بالك ديزانفورماتيسيان، باسكو خليهم يدخلوا معنا في المجتمع الجزائري. صدقوني راح يمدونا البلوس، راح يمدونا واحد الحاجه اللي احنا خاصتنا واللي هي كلمه فريده اللي هي الاراده. منسي عندي رساله للناس اللي من غير ذوي الاحتياجات الخاصه، يا اخي العزيز اللي اذا كان عندك مشروع او اي فكره خرجها. شوف نعطيك ثلاث حوايج هكذا. الحاجه الاولى اتكل على ربي، صلي، ايه خطط، نفذ. هذوما ثلاث حوايج قال راح نوصينك عليها. ما كانش حاجه وسمها مستحيل ولا ما نقدرش ولا نو، بالعكس مادام خلقك ربي وميزك وكرمك اذا انت تقدر. اكتيماجيني انت تنوض الصباح ربي يرزقك بالروح، ثم صاحبي تقدر، ما تقوليش ما نقدرش ولا نو. اش فيها وليا واش فيها وانا هذا الميساج. وبارك الله فيكم، جزيل الشكر للقناة الهضاب تي في. السلام عليكم.